عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيف محمد فتحي من قناة على اليوتيوب ماستر شيف. النهاردة هقدم لكم طريقة عمل البطاطس المحشية على الطريقة الأسبانية. خليكم معايا. العصاك بتاعنا اللحمة المفرومة هناخدها على النار في الطاسة. هنحتاج معانا معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل، ونص معلقة صغيرة من جوزة الطيب، وشوية بصل مفروم. تمام، يلا بينا نشوف. اول حاجه هنعملها، طبعا احنا طبعا ولعنا على البطاطس بتتسلق، ودلوقتي هنعمل العصاك بتاعنا عشان الاثنين عايزينهم يكونوا باردين جدا. تمام، اول حاجه هنعملها هنولع على الطاسه بتاعتنا. تمام، اي طاسه يا جماعه تشتغل فيها لازم تكون متسخنه قبل ما تحط فيها الزيت. لما تشوف حد بيعمل كده غير الكلام دوت تعرف ان هو اي كلام. تمام، لازم الطاسه بتاعتك تكون سخنه قبل ما تحط عليها اي حاجه واتيفر. تمام، هسخن الطاسه، بعد كده هحط عليها 3 معالق من زيت الزيتون. دلوقتي هنزل بزيت الزيتون، تمام كده يسخن شويه الزيت، وهنزل بالبصل. نفضل نقلب بقى لغايه ايه؟ نفضل نقلب يا جماعه، وما نحطش الثوم، ما نحطش الثوم غير قبل البصل ما يبدا يستوي كده، قبل ما يستوي بدقيقتين ثلاثه نحط الثوم بتاعنا، عشان الثوم بيستوي قبل ما البصل ما يستوي. تمام، عشان ما يتحرقش منك او مني. انا الثومه بتاعتي هنا مفرومه ثوم، اول ما البصل يستوي يقرب يستوي احط الثوم بتاعي. تمام، دلوقتي البصل بتاعي بدا يدبل، دي الدرجه اللي انا عايزها يا جماعه عشان لسه هتاخد سوا كمان تاني مع اللحمه. تمام، كفايه عليه كده، وهنزل بالثوم. حطيت العصاج يا جماعه اللحمه بتاعتنا، وبدات افضل اقلب فيها لغايه ما انا عايزها، مش عايز يكون فيها ميه يا جماعه. فلفل وملح وجوزه الطيب. تمام، بتدي تيست عالي، جوزه الطيب دي بتدي تيست عالي جدا، ميه كتير. دلوقتي يا جماعه انا عملت العصاج بتاعنا، اللحمه المفرومه جهزتها، هسيبها تبرد، وسلقت البطاطس وهسيبها برده تبرد، لازم الاثنين يكونوا باردين جدا. تمام، دلوقتي يا جماعه البطاطس بتاعتي بردت، ههرسها. اهم حاجه تكون بارده يا جماعه. تمام كده، تحفه ولا اروع من كده. دلوقتي هجيب البصل بتاعي. تمام، هجيب البصل، هجيب الخضرة، هجيب قرن الفلفل. تمام، وهقطعهم واحطهم عليه. دلوقتي يا جماعة انا هقطع الباترونجيل الخضرة بتاعتي، دلوقتي انا بقطع الخضره. تمام، عايزها ناعمه، عايزها تكون ناعمه. حطها على البطاطس،
هاخد البصله بتاعتي، انا عايزها ناعمه برضو. اهم حاجه يكون ناعم، عايزه يكون ناعم يا جماعه. دلوقتي هاخد الفلفل بتاعي، هاخده على 4، دلوقتي هجيب الفلفل الشطة بتاعتي الخضرة، هنعمها يا جماعة، أنا عايز أنعم كل اللي أنا عندي، كل الخضار اللي معايا عايزه ناعم، اللي أنا هحطه في البطاطس. حط على البطاطس، تمام كده. هنجيب التوابل بتاعتنا، وشوية زيت زيتون، معلقة صغيرة كده، تمام. وهبدأ ايه، من غير دقيق يا جماعة، ما بتحطش عليها دقيق، دي ما بتحطش عليها دقيق. تطلع تحفة وسهلة جدا، والطعم ما اقولكمش. طعم خرافي. شايفين؟
يلا بينا بعد كده نشوف هنعمل ايه. ده القوام يا جماعه العجينه بتاعتنا، حطيت عليها معلقه فلفل، معلقه ملح، معلقه كركم، معلقه كمون، تمام، كركم وملح فلفل وكمون. شايفين تحفه وما بتلزقش. بصوا، عشان في ناس كتير بتقول لك عشان تدهن عشان تهرس البطاطس لازم تكون سخنه، لا محدش قال الكلام ده. بص اهو ما بتلزقش في اليد. بصوا شايفين، اي خدمه. حضرت العجينه بتاعتنا البطاطس، حضرت هنا شويه دقيق والبيض بتاعنا وبقسماط، او بيقولوا عليه بقسماط، ايوه تمام. وهنا البيض بتاعي هرب شويه كده، خليه على جنب. عندي هنا الشيدر، هاخده كراهات كده، دي هحشي بيها. نيجي هنا يا جماعه نحط شويه دقيق كده، خدوا بالكم التركه دي، دايما تحط ايدك في الدقيق، تمام، تحط ايدك هنا دقيق وهنا دقيق عشان ما يلزقش منك. تمام، هناخد شويه اللحمه من هنا هنحطهم في النص، وهنحط العجينه تحت، تمام كده. هاخد حتة كمان من العجينة دي، بص يا جماعة بعد كده تلزق كده. وتيجي بيدك هنا تعمل كده، شايفين يا جماعة؟ شايفين؟ بس دايره الناحيه الثانيه، تحفه، حاجه ولا اروع من كده. بص خليها على جنب، نعمل واحده ثانيه، ناخد حته من ال حط دي، ناخد قطعه من اللحمه، لو في عندك لو طلع شويه قطع من قطع بطاطس كده في البطاطس مش مهروسه، دي جميله جدا بتدي تيست حلو قوي. شايفين يا جماعه التريكه دي؟ بصوا نحط في الدقيقة يا جماعة، نفضها شوية، ننزله في البيض، تمام، نطلعه من البيض من غير ما ألمسه بإيدي اليمين، تمام، آخد كده من البيض وأرميه في البقسماط، وبإيدي اليمين شغال، إيدي اليمين ما بتتوسخش، تمام.
نشتغل بنظافة دايما في المطبخ. بداية اليمين الشمال، بصوا حطيت الدقيق هي اللي بتبقى وصفة مش نظيفة، تمام؟ هنضفها حطها في البيض. تطلع من البيض احطها في البقسماط، وبيدي اليمين برمي البقسماط عليها. دلوقتي هاخد وانزل بيها تستوي على طول. خلي بالك تحفة، ولا أروع من كده. ده كان طبقنا في النهاية يا جماعة، طبق تحفة جميل جدا. ديت البطاطس المحشية باللحمة المفرومة والجبنة الشيدر، ديت مقدار جابه من اسبانيا، تحفة جميل جدا، يستاهل التجربة. كان معاكم الشيف محمد فتحي، ما تنسناش في اللايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.